السلام عليكم، ازيكم اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالي تعليقين هيظهروا قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي. الملخص هو ليه بالونتك انت مش بتفرقع وبالونتنا احنا بتفرقع؟ اقول لكم ليه. الفكرة كلها في مقاس البالونة اللي انت بتنفخها. يعني مثلا ما ينفعش ينفخ البالونه واسيب في الاخر خالص اللي هو صباعين فاضيين اللي هما عشان اشكل البالونه، وانا هعمل الدبدوب هيفرقع. تمام. ففي مقاسات انا بسيبها، اللي هو انا بقول مثلا انفخ البالونه سيب في الاخر 5 صوابع بعد كده اربط. الحته دي مهمه جدا، انا مش بقول 5 صوابع وخلاص، انا بقول 5 صوابع عشان الشكل دون في يعني لفات كتير، كذا بالونه جنب بعض، كل دون بيأثر على ال5 صوابع دول في الاخر مش بتلاقيهم. لكن انا مثلا ما هو مثلا يبقى محتاج 5 صوابع وانا سيب له 70، اوريدي لازم تفرقع. بس فهي دي الفكره، هي دي اهم نقطه في البالون كله واهم حاجه. يعني في انواع بلالين مش كويسه وانا قلتها، وجبت في فيديو جبت في الاول خالص وجبت فيه البلالين اللي انا بستخدمها ووريتكم الكيس شكله ايه. بس في برضه من نفس الكيس ده مش لطيف. بس يعني انت جرب البالونه وانت عند البياع اللي انت بتشتري منه، جربها، يعني هقوله هجرب واحده بس، فجربها. اعمل مثلا دبدوب. الدبدوب ده انا دايما بروح اشتري من عند حد جديد بلالين، اقوله هجرب واحده باخد بالونه منه واجي اعمل دبدوب. لو البالونه مش كويسه هتفرقع، بص من اقل حاجه هتلاقيها فرقعت، مش هتلحق تعمل الشكل. لو بالونه محترمه شويه اما هتشتغل معاك عادي وهتعمل الشكل وكل حاجه هتبقى تمام. هسيبكم مع الفيديو، يا رب يعجبكم. او معلش انا اسف نسيت اقول لكم، هنعمل شكل سلحفاة. هنعمل سلحفاة لطيفة بإذن الله كلنا نتعلمها، وده شكلها، يا رب تعجبكم. شكرا. بسم الله. هنحتاج بالونة سودا وبالونتين خضر وبالونة، يعني هو ده يعني قريب للون السلحفاة، هو كان بني المفروض، بس يعني مش اعذروني ما عنديش بني للأسف. وهنحتاج المنفاخ. تمام. نمسك البالونة السوداء. بسم الله. يا ريت نصلي على النبي ونقول الكلام الجميل ده، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طب مش نكسب حسنات مع بعض كلنا. بسم الله. نسيب حاجات كتير، يعني هنعمل بالبالونة السوداء دي العينين بس. تمام. احنا هنعمل كده، نسيب عمال بالونة هنربط ونسيب صباعين فاضيين بالشكل ده. نعمل بالظبط بالونة صغيرة، صباعين برضو بالشكل ده. نلف 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 كان دي كده، نربطها كده. بسم الله. نربطها ربطة كمان يعني للأمان بس. نزل التليفون شوية كده عشان أعرف أقدر أرفع إيدي كده. ندوس ورا كده، نسيب بالظبط صباعين برضو بالشكل ده كده. هنربط صباعين برضو دي كده نقطع. ايوه مقص عادي جدا يعني برضو هتقطع، محدش ايه منعرفش نقطع القطعة بتاعتك. لا مقص عادي جدا. بسم الله. هنربط نفس الربطة اللي ربطناها في اللومة التانية. بسم الله. واحدة كمان للأمان. لو محضر مقص كنت قطعت بيه، مش محضر الصراحة مقص.
دي بعد بشكل عينين بس، نسيبها هنا، نجيب البالونة اللي بعدها. بسم الله. هاي دي أهم نقطة اللي أنا بقول لكم عليها، دول هو ده اللي يخليش البالونة تفرقع، بس مفيش أي بوينت تاني. هنا سيبنا اهو شوية، سيبنا يعني 5 صوابع، يعني نقول 7 صوابع، تمام. ربطنا البالونة، بالونة صغيرة، صباعين بالشكل ده، بالونة كمان صباعين بالشكل ده. نجيب هنا 4 5 صوابع، 1 3 4 5، تمام. الحتة اللي جاية دي كويسة جدا، دوس كده عشان البالونة دي ترجع في الحتة الفاضية دي كده. دي هتبقى 4 بالظبط 4 8 10 صوابع. بالظبط 6 صوابع، 6 صوابع كمان. وهرب من الكاميرا بس. نجيبها هنا في اللفة اللي احنا عملناها في الأول، نلف دي كده تمام بالشكل ده، نمسك دي نفرقع، نقطع القطعة بتاعتنا. بسم الله. نجيب دي كده، بس دي كده عديها بقى من نص كده. نجيب ده كده كده معانا بالشكل ده، السلحفاة مية مية، تمام. بسم الله. نجيب البالونة الخضراء، خمسة سبعة برضو، تمام. نربط، سيب سكة كده، نربط. سيب هنا الصباعين اهو بالظبط، هو كف دي كده كده. عندي صباعين من هنا ومن هنا كده، تمام. دي هنا ادي ثلاث صوابع تاني، هما قد بعض نلفهم كده، بعد كده نجيبهم كده ونعديهم من النص هنا بالشكل ده. هتبقى معانا كده. هنجيب العينين بتوعنا نعديهم من هنا كده. Yeah.
نجيب الجسم بتاعنا، نعمل 3 صوابع كده وتقول شكله. نربط كده اهو، نجيب البالونة التانية ننفخ. بسم الله سيب النفخ عايزين عصابين كتير عشان نعمل بيها حاجات كتير يعني. هو آخر رجلين بس بقى ورينا. شير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، ويوصل عشان الفيديو يوصل لغيرك ان شاء الله.
هو على فكرة أنا مش اللي هو عامل سحر يعني عشان البالونة ما تفرقعش، لأ أوقات كتير البالونة بتفرقع مني بعد ما ببقى خلاص خلصت الشكل أصلا، بس مش بحب أجلطكم معايا وأوريكم فيديوهاتين. شكرا، السلام عليكم.